السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن أنا في منطقة يقول لها واتك تنين، الماء كما ترون ينهال من هناك، مناظر آسية كما يقولون، ليس من رأى كمن سمع، يعني روعة حياة في هذه المناطق. يعني الجزائر سبحان الله لا أكاد أجد دولة يعني مثلها في الجمال، لكن أين الخلل؟ السؤال مطروح، أين الخلل؟ معليش، مادامنا رحلة سياحية خليوها سياحية. يعني شفت منظر ما هذا؟ هذا صمغ الفلين، صمغ جنبها تمر الفلين. تحس بإحساس رهيب من المتعة والتشوق إلى المزيد.
أحبائي الكرام، أخيرا وليس آخرا تقبلوا مروري، تحياتي، تحيات قناتكم. لا تنسونا باللايكات أو حتى بالديسلايك، مش مشكلة. لا تنسونا بالاشتراكات وتفعيل الجرس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.